السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة على كيكة بحجم عائلي كتجي جديدة بزاف وبمكونات جد بساط كيف غادي تشوفوا معايا، وبمكون اللي كيجعلها رطبة بزاف وهشيشة كيف غادي تشوفوا معايا الشكل ديالها في الاخير. كنتمنى هاد الوصفة هادي تنال اعجابكم. بلا ما نطول عليكم خليكم تابعوا معايا الوصفة، ما تنساوش تشتركوا في القناة وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. خليكم تشوفوا معايا مكونات مع طريقة التحضير. كيف كتشوفوا راه رطبه، غادي نبداو على بركه الله وغادي نحضروا هاد الكيكه اللي كتجي هشيشه بزاف وكتجي لذيذه. المهم غادي نعطيكم المقادير، ودائما غادي نكتب لكم هاد المكونات هادو في صندوق الوصف باش يسهل عليكم تعيدوهم. غادي نبداو على بركه الله. هنا غادي نعبر دائما بكاس ديال العنبه، غادي نحتاج جوج كيسان ديال السكر سنيده او سكر خشن، عندي كاس ديال الحليب، جوج كيسان ديال الزيت، حبيسه ديال الملحه، ياغورت بنكهه الفاني، 6 ديال البيضات، جوج فاني، 3 ديال الخمارات كل وحده فيها 8 غرام، يعني غادي نحتاج هاد الثلاثه كاملين. وغادي نحتاج 3 ديال الكيسان ديال الطعير وكاس ديال النشا. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. دائما كيف سبق لي ذكرت غادي نعبر بكاس العنبه. ندوزو نحضروا هاد الكيكه هادي. دابا على بركه الله هنا خديت الاناء اللي غادي نخدم فيه، رست فيه جوج بيضات وغادي نكمل 6 ديال البيضات. دائما جميع المكونات يكونوا بحراره المطبخ. غادي نهرس 6 البيضات كاملين. غادي نزيد قبيصه ديال الملحه وغادي نزيد السكر السنيده او السكر الخشن، جوج كيسان تقريبا، كل كاس فيه 150 غرام، يعني غادي نحتاج واحد 300 غرام. ممكن تنقصوا من الكميه الا ما بغيتوش الحلاوه تكون كثيره. غادي نضيف كذلك فاني، ممكن تنسموها بالحامض، حتى بالحامض كتجي زوينه بزاف. انا اليوم متوفرش عندي الحامض داكشي علاش درت الفاني. وغادي نطرب جميع هاد المكونات حتى كتطلع لينا كيطلع لينا البيض وكيتغير اللون ديالو كيف غادي نشوفوا معايا من بعد. بسم الله. كتشوفوا معايا البيض ديالي ضاعف الحجم ديالو وفي نفس الوقت اللون ديالو تغير، يعني ولا بيض شويه. غادي نضيف دابا جوج كيسان ديال الزيت، هنا كيف شفتوا معايا انا دايره كميه كثيره حيت بغيت كيكه تجي بحجم كبير اولا بحجم عائلي. غادي نضيف كاس ديال الحليب، بطبيعه الحال الحليب حتى هو نكونو خرجناه من قبل من الثلاجه. ممكن ديروا جوج كيسان ديال الحليب اولا جوج كيسان ديال الياغورت اللي كان اللي بغيتو نتوما. غادي نضيف ياغورت بنكهه الفاني، غادي نبدل هذا الاناء ندير واحد كبر من هذا من الاحسن، نخلط واحد شويه بعدا. غيرت الاناء اكبر من هذاك باش يسهل لينا فاش نزيد ما يضيعش ليا. ودابا غادي نزيد 3 ديال الخمارات كل وحده فيها 8 غرام.
غادي نضيف الثانيه، غادي نضيف الثانيه ونضيف كذلك الثالثه. غادي نغرب الدقيق حتى هو، وغادي نخلط. ودابا غادي نزيد كاس ديال النشا حتى هو غادي نغربلو. غادي نعبر كاس، دابا غادي نزيد كاس ديال النشا ما عامرش بزاف، صافي. وغادي نخلط مره اخرى كلشي مزيان. صافي الخليط ديالي تيكون على هذا الشكل، ما تيكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف. دابا هنا خديت هذا المول كبير شويه كيف كتشوفوا، غادي فيه 26 سنتيم، غادي ندهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، غادي نخوي فيه الخليط ديالي من بعد ما نتاكد انه مخلط مزيان. دائما كنهز يدي الفوق عاد كنخوي الخليط ديال الكيكه، صافي. غادي ندخلها للفران، عفوا قبل ما ندخلها للفران غادي نوريكم اش غادي ندير. دابا هنا عندي اللوز ايفيري، غادي نرشو من الفوق، كنرش الفوق الوجه ديالو كامل. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها، غادي ندخلها للفران طيب ونطلعوا ان شاء الله من بعد ما طيب باش نكملوها في التزيين. دابا من بعد ما طابت الكيكه ديالنا غادي نقلبها في الطبسيل اللي غادي نقدم فيه. وهنا عندي مربى او كونفيتير ديال المشماش كيكون سائل شويه، غادي ندهنها بها وهي مازال سخونه. من بعد ما قلبت الكيكه غادي ندهنها بالمربى، ممكن تسخنوه شويه الا كانت كيكه برداس كتسخنوه شويه غير تدفيوه باش يذوب دغيا. غادي ندهنها كامله حتى من الجناب، هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا كيف كتشوفوا، راه كتجي عاليه بزاف. كنتمنى هذه الوصفه هذه تنال اعجابكم وتجربوها، ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك ضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. طلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده. كيف كتشوفوا راه رطبه.